لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع بحث السلفية، مفهومها وقواعدها وأصولها وأهدافها. وصلنا إلى قواعد المنهج السلفي، وذكرنا أول قاعدة في المرة الماضية، وكانت حد فاكر أول قاعدة كانت إيه؟ استدلال بالكتاب والسنة. جزاك الله خير. الاستدلال بالكتاب والسنة، بعض العلماء أو يعني الباحثين بيستعمل عبارة أقول كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة. احنا قلنا ترجمة الكلام ده وتطبيقه هيكون ازاي؟ يعني ايه كلمة الاستدلال بالكتاب والسنة ازاي يعني؟ واحنا قرأنا لحضراتكم المرة اللي فاتت بعض النصوص لابن تيمية اللي بتوضح لك المشكلة مع الناس دي فين اصلا، صح؟ يعني ايه كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة، او الاستدلال بالكتاب والسنة تطبيقه هيكون ازاي؟ ان عناية الناس، العلماء عنايتهم تنصرف، وجهودهم تنصرف، وهمتهم تنصرف إلى الاشتغال بالكتاب والسنة حفظا وفهما واستنباطا وتأليفا وشرحا واختصارا ونظما. يعني هو ده المصدر اللي بيرجع له، فبالتالي هينصب مجهوده وهتتعلق همته وعزيمته بمثل هذا الايه، بهذا المصدر. فلما انا اقول واحد سلفي هيكتب مقال وماليش فيه ولا ايه ولا حديث، انا اقلق. ما انت بتكتب، انت بتكلم منين بقى لك؟ انت عملت رص 3 4 صفحات تجيبه منين؟ انت بتقول ايه؟ وضحت يا اخوانا كده ولا وضحتش؟ تطبيق الكلام ده انك تيجي تتكلم في اي موضوع بتقول الموضوع ده الوحي فين فيه؟ هو في معقول في موضوع الوحي ملوش كلام فيه؟ وصل لحضراتكم الكلام ده؟ عشان تعرف تقيم ازاي الشخص اللي قدامك، تعرف تقيم ازاي الكتاب اللي قدامك، تعرف تقيم ازاي الكلام في الموضوع اللي قدامك، القضية. يبقى انت دلوقتي تطبيق الكلام ده معاك انت نفسك ايه بقى؟ انت كراجل بتقول انا سلفي، تطبيق الكلام ده معاك انت شخصيا ايه؟ يعني انت سلفي بتقرأ في صحيح البخاري ولا لا؟ بتقرأ في صحيح مسلم ولا لا؟ بتقرأ في السنن الأربعة ولا لا؟ بتقتني الكتب دي ولا لا؟ بتقتني شروحها ولا لا؟ انت سلفي علاقتك ايه بكتاب ربنا سبحانه وتعالى حفظا؟ علاقتك ايه بكتاب ربنا سبحانه وتعالى في التفسير؟ وانت بتنشغل بتفسيري، بتفسير بالمأثور ولا تفسير بالايه، بالرأي؟ انت انشغالك بالتفسير هيكون ازاي؟ استدلالاتك وانت بتدرس الفقه بتقرر المسائل الفقهية وتتوصل الاحكام او تعرف الاحكام الفقهية وتربطها بالأدلة، ولا اهم حاجة عندك حواشي الشارحين وتعليقات المؤلفين واصحاب المتون وغيرها؟ انت كراجل سلفي همتك متعلقه بايه؟ القضايا المختلفه، سواء بقى قضايا المعرفه او سواء قضايا تزكيه النفس او سواء قضايا التغيير او سواء قضايا بناء النفس والمجتمع، انت رائدك في هذه القضايا ايه؟ يا ترى هي الايات والاحاديث؟ ما انت بتقول انا سلفي ومنهجي اول قاعده في هذا المنهج الاستدلال بالكتاب والسنه. عشان اعرف حضراتكم بقى ان ممكن احنا نكون بندعي حاجات، ان احنا ممكن نكون بندعي ادعاءات واحنا مش على قد هذا الادعاء او مش موافقين لحقيقه هذا الادعاء. يعني بقول اول قاعده من قواعد المنهج السلفي الاستدلال بالكتاب والسنه. فعلا كل واحد فينا يوقف مع نفسه وقفه في الموضوع ده يا اخوانا. علاقته ايه بالكتاب والسنه؟ سواء من جهه الحفظ، سواء من جهة القراءة المستمرة والأوراد، سواء من جهة الاقتناء لطبعا كتب السنة وشروحها وغيرها، سواء من جهة
الاستدلال سواء من جهة العمل ألا تعارض نصوص الكتاب والسنة، قلنا لا بشبهة عقلية فاسدة تقدم على الكتاب والسنة قياس عقلي فاسد، وألا تعارض الكتاب والسنة بتقليد معظم مهما كان هذا المعظم فإنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. معارضة الكتاب والسنة ألا تعارض الكتاب والسنة بالذوق والوجد، وألا يعارض الكتاب والسنة بالسياسات الجائرة كما قلنا بعض الأحوال يقول لك يخالف الحكم الشرعي يقول لك أنا فعلت ذلك سياسة، ده اللي يصلح الناس. لا، اللي يصلح الناس إيه؟ زي ما عمر بن عز قال يصلحهم العدل والرفق، يصلحهم العدل والرفق، ما يصلحهمش أبدا القسوة والظلم أبدا تحت أي مسمى. فده كان أول أصل عندنا، وأتمنى أن الحاجات دي نستصحبها وإحنا مش بندرس القضايا دي يا إخواني لمجرد الطرف العقلي أو مجرد معارف ذهنية تتسع بها العقول وخلاص. لا، أنت مطلوب منك فعلا تتشرب هذا الكلام، وإنت لو مش مقتنع بيه ما ينفعش تتبناه. أنت لو مش مقتنع بهذا الكلام ما ينفعش تتبناه. يبقى أنت أول حاجة أنك تتشرب هذا الكلام بعمق، ثانيا تقيس نفسك على هذا الأمر. أنا بالمقياس ده بقى عندي قد ايه من القاعده الاولى من قواعد المنهج السلفي. يعني كان كتير للاسف بمنتهى السطحيه كده كان عنده السلفي اللي هو ملتحي. طب دلوقتي اللحيه طلعت موضه في الشرق والغرب، بقت صح ولا لا؟ ولحيه لحيه يعني على راي واحد انتوا لخبطتونا اخر لخبطه، ما عدناش عارفين مين المظبوط مين مش مظبوط. ما هو بيتكلم مع واحد وشيخ وبتاعه في الاخر يلاقيه لابس سلسله وانسيال وبتاع وعامل وشم، ما يطلعش شيخ في الاخر. فهو بقت الموضوع كانت العلامه المميزه للسلفيين ايه؟ اشتبه معهم فيها غيرهم. يا ترى فعلا هي كانت اللي يعرف السلفي باللحيه بس؟ ينفع يا جماعه كده يكون ده تصورك عن قضيه عن مين هو الشخص السلفي؟ وان انت فعلا لو اعفيت لحيتك يبقى انت كده عملت اللي عليك؟ اول قاعده في المنهج السلفي قلنا الاستدلال بالكتاب والسنه، تعظمهم تحفظهم تكسر من مطالعة الكتاب والسنة، تكسر من اقتناء الكتب القائمة على كده. القضايا الكبرى اللي انت بتتأثر بها يكون رائدك في هذه القضايا اللي بيحدد معرفتك فيها وحدد معارفك في هذه القضايا هو الكتاب والسنة. طيب هنيجي القاعدة التانية بقى ودي مهمة جدا. قاعدة بتقول درء تعارض العقل النقل والعقل، درء تعارض النقل والعقل، ودي مهمة جدا، وقد أحسن الباحث في استعمال هذا العنوان، لأن بعض الناس لما بيتكلم في القضية دي بيقول تقديم النقل على العقل، صح؟ بعض الناس لما بيتكلم في قضية من قواعد منهج السلف يقول تقديم النقل على العقل. وطبعا لا مشاحة في الاصطلاح، طالما أنه هو هيشرح كلام صحيح وهيضمن العنوان ده مفهوم صحيح يكون الأمر لا مشاحة في الاصطلاح. لكن الأولى طبعا والأضبط من جهة الاصطلاح والدلالة على المقصود هو التعبير بدرء تعارض النقل والإيه؟ والعقل. في معركة أقامها بعض الناس تفرس فيهم عمر رضي الله عنه، قلنا الأثر بتاع المرة اللي فاتت، الناس لأعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا في دين الله برأيه. في ناس كده ممكن يكونوا من أذكياء العالم على فكرة وعندهم قوة عقل وعندهم قدرة على التفكير وعلى الاستنباط وعلى سبحان الله، لكن ممكن يكون محروم من الهدى. قلنا جهابزة المعتزلة دولة أذكياء العالم، لكن فعليا لما تيجي تتكلم على واحد زي البخاري هو يفوقهم في الذكاء إن لم يكن هنقول زيهم يا سيدي، لكن الفرق الوحيد في الهدى إن ده ذكاؤه قادوا لإيه؟ تعال بالظبط زي يكون واحد صوته حلو، صوته حلو حلو يعني واحد يغني ويعمل يملى الدنيا اغاني ويملى الدنيا كليبات وبتاع، واحد تاني يقرا قران، صح كده؟ فيبقى شوف ده فرق جوهري ازاي. فقامت معركه كده بين قالوا ان العقل والنقل نقدم من فيهم. عشان تعرف المعركه ديت وتعرف حدودها وتعرف ابعادها وتعرف ان احنا مش بندرس كلام بنحارب توحين الهوى بيه ولا حاجه، في امام مشهور اسمه الإمام فخر الدين الرازي، وده كان من كبار المتكلمين والناس اللي هو صاحب التفسير المشهور يعني، وده من الناس اللي نشرت
يعني مذهب الأشاعرة المتأخرين من الأشاعرة ونشر قواعدهم الكلامية، هو والجويني والغزالي رحمة الله على الجميع. فمن أشهر كتبه اللي صنفها كتاب اسمه تأسيس التقديس أو أساس التقديس في علم الكلام، وده اللي رد عليه مين؟ أيوة ابن تيمية رحمه الله في نقد التأسيس، وفي بتاع بيان تلبيس الجهمي. الإمام الرازي وغيره نصبوا معركة كبيرة جدا وعملوا قانون سمى بعضهم قانون التأويل، سمى بعضهم قانون المتكلمين، هم يعني سموه بأسماء مختلفة. ابن تيمية رحمه الله تصدى لبيان بطلان هذا القانون في كتابه الفز درء تعارض العقل والنقل. فعشان بس عندها تصور كل كده للمشكلة فريحة فين وجاية منين، ونبقاش حاسين احنا بنحارب الهوى، تعال نقرأ كده مع بعض في بداية كتاب درء تعارض العقل والنقل. القانون الكلي اللي هو عند المتكلمين اسمه القانون الكلي، ابن تيمية بيذكره في بداية الكتاب بيقول قول القائل، ده قانون عند المتكلمين، إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل. يبقى الأدلة السمعية اللي هي الأدلة اللي مبنها على السماع المتصل به السند اللي هو الوحي اللي هو القرآن والسنة، واللي هيحتاج بقى بأدلة أخرى زي أقوال الصحابة أو عمل الصحابة أو غيره اللي هو مستندها لإيه؟ السمع. إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية، يعني الظواهر النقلية ظواهر النصوص اللي جت في الوحي في القرآن والسنة، الوحي ده بظاهره كده ظاهر الكلام ده، تعارضت الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات، فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يرد جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعا. نطلع من القصة دي كلها إيه؟ فوجب تقديم العقل. طب والنقل نعمل فيه إيه؟ قال ثم النقل إما أن يتأول وإما أن يفوض. يقول ابن تيمية وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام إلى آخر الكلام. طيب هذا القانون سبقهم إليه طائفة منهم أبو حامد الغزالي وجعله قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت عليه أو على السائل، يعني كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي، وخالفه القاضي أبو بكر بن العربي في كثير من تلك الأجوبة. وكان يقول شيخنا أبو حامد الغزالي دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر، يعني فما استطاع يعني. وأبو حامد الغزالي نفسه يقول وأنا مزج البضاعة في علم الحديث، مزج البضاعة في علم الحديث، المزج يعني إيه؟ بضاعته متروكة محدش بيدور عليه، فهو بضاعته في علم الحديث قليلة جدا، معرفش يميز الحديث السقيم من الحديث الصالح للاحتجاج، وعشان كده اللي هيقرأ أحياء علوم الدين هلاقيه مشحون بحكايات موضوعة وأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. وده مين؟ ده حجة الإسلام الغزالي، عرفت أن يبقى من قواعد المنهج السلفي الاستدلال بالكتاب والسنة. يبقى الإمام الغزالي القاعدة دي كان محصل منها قد إيه؟ قطعا كان محصلها، بس بنسبة قد إيه؟ بنسبة قد إيه كان استدلاله بالسنة صح؟ طب بنسبة قد إيه أنفق عمره في معرفة السنة ومعرفة صحيحها من سقيمها وحفظها؟ أنفق قد إيه من عمره في ذهنه كان شديد الذكاء؟ الإمام الغزالي كان عبقري فعلا بحق،
أنفق قد إيه من عقله ومن أيامه الطويلة، هو كان صاحب مجاهدات وأيام طويلة يقضيها في الدرس والإيه والنظر والبحث وإجابة الأسئلة والمناظرات والمجادلات وغير ذلك، قد إيه أنفقه من وقته في الأدلة اللي هي الكتاب والسنة، وقد إيه أنفقه في وسط بقى قواعد المتكلمين والحاجات ديت، وقد إيه أنفقه في شطحات الصوفية وقوانين الصوفية وغيرها. هو ده بقى معنى الكلام اللي احنا عايزين نطبقه. يبقى دلوقتي ابن تيمية بيحكي لنا القانون الكلي ده، نقوله تاني. القانون الكلي ده بيقول إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات، فإما أن يجمع بينها وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يرد جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال. احنا طبعا مش مسلمين بالكلام ده، يقول لك إيه المعركة جاية منين بقى؟ هو في بقى آلاف من الناس بتتبنى هذا الكلام، في علماء لهم ثقل ولهم وزن كبير جدا جدا في التاريخ الإسلامي في التراث الإسلامي بيتبنوا هذا الكلام، وده اللي عامل لنا البلبلة دلوقتي. تقول لك يا عم انت ده أئمة الدنيا كانوا أشاعر، ده أئمة الدنيا كانوا بياخدوا ايه بيقولوا بكلام متكلمين، ده انتوا لولا ابن تيمية طلع في النص كده ما كنتوش لقيتوا حاجة، والكلام ده مش صح. وده طبعا مش صح، لان احنا بنقول لهم ايه، طب ما تطلعوا لنا في القرون الفاضلة وتجيبوا لنا صحابي واحد قال كلام الكلام اللي بتقولوا ده، طب هاتوا لنا تابعي واحد قال كلام اللي بتقولوا ده، طب هاتوا لنا واحد من الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم من الأئمة المتبوعين قال بالكلام ده وغير ذلك كثير. وطبعا الحاجات دي كان بيدخل فيها ان بتتعمل مدارس اللي يدرس فيها هم اللي بيعتنقوا المذهب ده، وبعض الولاة والحكام انتحلوا بعض هذه المذاهب ففرضوها بقوة السياسة الا غير ذلك. وكانت الايام دول على فكرة مش كل الايام كانت طحن على اهل السنة كده، في بعض الاوقات كان الحنابلة لهم دولة وكان كعبهم عال، ووقع منهم في بعض الاحيان فعلا برضو مخالفات وبغي، دي برضو مسألة حقيقية يعني. لكن يبقى في النهاية ان لا يصح الا الصحيح، وما زال الكتاب والسنة باقيين إلى قيام الساعة، والله عز وجل أرشدنا فقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فهو بقى بيقول إن تقديم السمع محال لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل على العقل قدح في النقل والعقل الاثنين. طب الحل يقدم العقل على النقل، طب النقل نعمل فيه ايه؟ اما ان يؤول واما ان يفوض، اما ان يتأول واما ان يفوض خلاص، لان انت ما فيش واحد هيقبل ادلة الرسل اذا كان عاقل، مجنون شبه فاهم حاجة. ابن تيمية بقى ده ابن تيمية هرد عليه في 9 مجلدات يا شيخ وليه، وانت فاكر هرد عليه في 9 مجلدات ده، هو بس ايه انا بقرأ الكلام ده ليه يا اخواني؟ اصل صح انا كنت اتمنى ان حد يعمل معانا كده، ان قبل ما ندخل في اي موضوع يفهمني الخناقه اصلها ايه. طيب يعني انت جايبني عمال تقول لي احنا بنقدم النقل على العقل ولا احنا هنضرب، هو فيه ايه يا اخوان؟ ما تقولوا لنا مين بيتعارك مع مين من الاول عشان نعرف هو ايه الموضوع اصلا، صح ولا لا؟ فانا حابب ان انا اقول للاخوه ايه اصل المشكله، يعني ايه هو مين بيتعارك مع مين اصلا، نعرف بعد كده بقى هو احنا ان شاء الله هنفك بينهم ازاي، يعني نصلح بينهم ازاي، لكن نفهم الاول الدنيا رايحه فين وجايه منين. خلاص كده ابن تيمية بقى طبعا ايه امردد عليه وعنده بقى استطرادات وغيره، بدأ الاول يقول له ان اصلا المبتدعة لهم طريقة في التعامل مع نصوص الانبياء تنقسم لقسمين، اما طريقة اهل طريقة التبديل ودي بتنقسم حاجتين، الوهم والتخييل او التحريف والايه والتأويل، دول اسمه الاثنين تبديل، والطريقة التانية اسمها طريقة الايه التجهيل، ولها تفاصيل كتير من الحاجات دي كلها، وللاسف لوازم كلامهم كله طعن في الرسل، وفي ناس بس مش مجرد لوازم كلامهم ده صريح كلامهم اللي هو ايه طعن في الرسل. وعشان كده الامام الغزالي نفسه شوف مع انه من المتكلمين كفر مين الفلاسفه بسبب البلاوي الزرقاء اللي بيقولوها دي، عمل كتاب اسمه تهافت الفلاسفه وعقد لهم مجالس مناظرات وكفرهم في 3 مجالس من الحاجات اللي بيقولوها دي. خلاص بيقول هدفه في الكتاب ده كله انه يبين فساد هذا القانون الفاسد. وبعدين بقى بدأ يتكلم وقام جاي ايه قايل احنا هنرد رد ايه رد مجمل جواب اجمالي كده وبعد كده نناقشه. الجواب الاجمالي بيقول ايه؟ المقصود هنا الكلام على قول القائل اذا تعرضت الادلة اللي هو القانون الموجود. قالوا الكلام على هذه الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من التلبيس، فانها مبنية على مقدمات. الكلام اللي قالوه في القانون الكلي ده
عبارة عن مقدمات مبنية على بعضها عشان توصلك للنتيجة. أول مقدمة ثبوت التعارض بين الدليلين العقلي والإيه؟ والنقلي أو السمعي. تاني حاجة انحصار التقسيم في الإيه؟ في القسمة اللي هو عملها دي. ابن تيمية المبدع بقى هيجيب لك تقسيمة تانية خالص دلوقتي وهتدهشك وهتبهرك وهتعرفك إن المسألة بالنسبة له مش مجرد تقديم عقل على نقل نقل على عقل ولا حاجة، وما عندوش تعصب للمسألة دي أصلا. وهنعرف المفاجأة دلوقتي إن إحنا ما عندناش مشكلة اسمها تقديم النقل على عقل ولا حاجة، بس نشوف الدنيا هتروح لفين. أول مقدمة ثبوت الإيه؟ التعارض، ومش هيسلم له بيه. تاني مقدمة انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة. تالت مقدمة بطلان الأقسام الثلاثة والمقدمات الثلاثة الباطلة، وبعدين ما يبقاش عندنا غير إيه؟ الأمر الرابع. طيب ابن تيمية بيرد بقى يقول له إيه؟ بيقول له إذا تعارض النقل والعقل إما أن يريد به القطعيين، يعني نقل قطعي، قطعي يعني إيه؟ يعني ثابت ثبوت لا مطعن فيه، زي القرآن، زي المتواتر، وزي أحاديث الأحاد اللي يفيد النظر فيها إيه؟ العلم، يفيد العلم، يعني يفيد الإيه؟ اليقين يعني، أو التلقي له، قبولها خلاص. فإما أن يتعارض النقل والعقل يكون قطعيين، ابن تيمية بيرد عليه يقول له إيه بقى؟ فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ. إحنا أصلا من الأول بنقول مستحيل، مستحيل يبقى فيه دليل عقلي صريح، اللي هو صريح المعقول، اللي هو قاعدة عقلية سليمة يتفق عليها العقلاء، زي ان النص اصغر من الكل، ما حدش يختلف على القاعدة دي، مش كده؟ المستحيل يبقى عندنا قاعدة عقلية بتقول النص اكبر من الكل، ويكون عندنا آية او حديث بتقول لا، ان الكل ايه؟ اصغر من النص. ده مستحيل. فاحنا لا نسلم ابتداء باللي انت ايه بتقوله. بيقول إما إذا تعرض النقل والعقل إما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ. طيب أو يريد به الظنيين، دليل عقلي ظني مبني على نظر عقلي معين، ودليل شرعي ظني. طيب دليل شرعي الظني يكون زي إيه؟ حديث مختلف في ثبوته، حديث رواه أبو داود أو رواه النسائي أو ابن ماجه، والعلماء بعضهم بيصحح إسناده بعضهم إيه؟ بيضعف. أو حديث ثابت لكن دلالته ظنية، أو آية في القرآن دلالتها إيه؟ ظنية. خلاص؟ طب الدليل الظني يبقى إيه؟ قاعدة دليل عقلي ظني ودليل نقلي ظني. نقدم مين فيهم؟ شوف ابن تيمية بيقول إيه؟ وإما أن يريد به الظنيين فالمقدم هو الراجح مطلقا. عادي جدا آجي في حديث ظني أقدم عليه الدليل العقلي، لأن الحديث الظني هنا إيه؟ غير ثابت، العقل أرجح منه، عندوش مشكلة. أو وإما أن يريد به أما أحدهما قطعي فالقطعي هو المقدم مطلقا. يبقى أنا لو عندي دليل ظني سمعي ودليل عقلي قطعي، إيه اللي يحصل؟ هنقدم الدليل القطعي، لأن القطعي مقدم مطلقا. وإذا قدر أن العقل هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعيا لا لكونه عقلية. فعلم أن تقديم العقل مطلقا خطأ، ودي مشكلتنا معاهم. أنت حاطط لي قاعدة أصلا خطأ، أنا مش بسلمك بقى أصلا. علم أن تقديم العقل مطلقا خطأ، ممكن يقدم العقل في بعض الأحيان وممكن يقدم النقل في بعض الأحيان، ويستحيل أن هما يتعارضا من كل وجه عندما يكون قطعيين. ده كلام مين؟ شيخ المتشددين الإرهابي الظلامي اللي هو ضد التنويريين، اللي هو ابن تيمية. الكلام ده يزعل اي حد من العقلاء يا اخوانا، اي حد من اللي بيحبوا العقل وبيحترموه يزعل من الكلام ده. تعال ناخد التاني. بيقول له لا نسلم اصلا انحصار القسمه فيما ذكرته من الاقسام الاربعه. مين اللي قال لك كده؟ انت مقسمها اربع اقسام وزنقني فيهم ومعرفش اطلع بره، انا مش مسلم ليك بالكلام ده اصلا. اذ من الممكن ان يقال يقدم العقل تاره والسمع أخرى، فأيهما كان قطعيا قدم، وإن كان جميعا قطعيين فيمتنع التعارض، وإن كان ظنيين فالراجح هو المقدم. فدعوى المدعي
أنه لا بد من تقديم العقل مطلقا أو السمع مطلقا أو الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين دعوة باطلة. يبقى دي تاني مقدمة أم إيه؟ أم هدم هال. تعال مقدمة التالتة. أنت قلت أن العقل أصل النقل، فبيقول له بقى ماذا تعني بقولك العقل أصل النقل؟ فيكون تقديم النقل على العقل طعنا فيه، ده غير مسلم أصلا، لأن قولك إن العقل أصل للنقل إما أن أريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر، أو أصل في علمنا بصحته. ثبوته في نفس الأمر يعني إيه؟ يعني ربنا خلق السماء والأرض، هل إن خلق السماء والأرض كحقيقة متوقفة على العقل؟ أنت عاقل ولا مجنون؟ هو ربنا خلق السماء والأرض وانتهينا، مش متوقفة على ثبوتها أصلا، خلاص كده؟ أو يقول أصل في علمنا بصحته، تمام؟ هو بس المشكلة الكلام كتير، فأنا هحاول إيه أختصر. فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه. ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلمه. وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن لم يطعه الناس. فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على وجودنا أصلا، فضلا أن يكون موقوفا على عقولنا. فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه. طيب ماشي. والثاني، إن أردت أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته، وهذا الذي تريده، شوف الإنصاف، يعني يقول لك احتمال يقول كذا لا ومرجوع، الاحتمال الأرجح أنه يريده أنك تقصد أن العقل أصل في معرفتنا بالأدلة السمعية ودليل لنا على صحته. فيقال له أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فينا أم العلوم التي استفدنا بتلك الغريزة؟ ويبتدي بقى إيه يرد عليه في النهاية، يقول وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى أرسله، مثل إثبات الصانع وتصديق الرسول بالآيات وأمثال ذلك. يبقى كده إحنا ابن تيمية تصورنا الأول الخناقة فين. بعض الناس ممكن يبقى شايف كامل قريته ده تقيل، مالكش دعوة بيه، يعتبر ما قريتش حاجة، خلاص كده يعتبر ما قريتش حاجة يا عم. بس أنا دلوقتي أنت من خلال اللي أنت سمعته ده بان ليك إن في خناقة بين طائفتين، طائفة عايزة تفرض واقع هو متخيلينه أصلا مش مسلمين به، وطائفة تانية بتقول نستمسك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان. ده ملخص المشكلة اللي عندنا. عشان كده يبقى من قواعد المنهج السلفي ومن قواعد أهل السنة والجماعة در يعني دفع تعارض العقل والإيه والنقل، إثبات هذا الأمر للناس، قول لهم هاتوا لنا حالة فيها المشاكل دي، خلاص كده. نبدأ نقرأ في الإيه في الكتاب في البحث، أقصد حابب أنا أقرأ في البحث كده بصورة متصلة وما نوقفش كتير، وبعد كده بعد ما نقرأ الكلام على بعضه نرجع تاني إيه نعقب عليه حد عنده فيه تساؤل. يقول الدكتور علاء بكر كان نهج السلف أن يبدأوا بالشرع أولا ثم يخضعون له العقل، ومن ثم يقدمون الرواية على النظر العقلي، وهم يرون أن العقل يوافق الشرع ولا يخالفه، وقد يأتي الشرع بمحارات العقول وهو لا يأتي أبدا بمحالات العقول. المحارات اللي هي الأمور اللي تحتار فيها العقول، يعني مع كلمة محارات العقول حاجة تحيرك انت فعلا، لو قعدت في بعض الحاجات تتخيلها كده هتحتار. يعني العرش اللي هو سقف الجنة اللي هو الفردوس اعلى الجنة واوسط الجنة، طب الموضوع يجي ازاي؟ دي حاجات ممكن تحتار في انت في ايه، لكن هل مستحيل يعني يبقى فيه جنة ويبقى لها سقف اسمه العرش؟ لا. وصلنا يعني كلمة محارات ومحالات، اخوانا محالات يعني حاجة مستحيلة، زي ما النصارى بيقولوا كده ان هو الاب اللي هو الرب سبحانه وتعالى والابن اللي هو يسوع والروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام. طبعا هم ما بيقولوش كده، بيقولوا دولت واحد، مش معنى ان هو واحد ان هم مش ثلاثة،
لا ده هم ثلاثة، بس مش معنى ان هم ثلاثة ان هم مش واحد. ويفضل انت بقى قاعد في العباسية الجدلية ديت. طب تقول له انا مش فاهم، زي الولد الصغير اللي قام يسأل الواحد، قام تسأل تواضرس قالت له ايه، قالت له في طفل صغير بيسألني كذا كذا كذا، حاجة في الحاجات اللي هو مش قادر. في النهاية يقول الامر الحاجة من الاثنين، يقول لك انت عندك شك في اللي يعملك ارهاب في الشك، وبتبتدي انت هتهرطق، وانت كده هتطلع بره الايه، بره الملكوت، وهتضيع كده. وانت طالما لسه ما عندكش نقاء مش عارف تفهم، فيبقى لازم تسلم وتؤمن بهذا التناقض الصارخ عشان يبقى اسمك ايه، النقاء جالك وبدات تفهم. فبدنا ننزل ريح دماغك وخلاص يا عم، يعني ما جاتش على كده يعني وخلاص وعدي. اللي يفضل مشغل ده مش عارف يقتنع، يعني مش عارف يقول ازاي هو تيجي منين دي. طيب نرجع تاني لكلامنا. يبقى وهم يرون أن العقل يوافق الشرع ولا يخالفه، وقد يأتي الشرع بمحارات العقول ولا يأتي أبدا بمحالات العقول، فلا تعارض بين نقل صحيح ونظر عقلي سليم. والنقل الصحيح حجة، والنظر العقلي تابع للدليل السمعي ولا يتعارض معه أبدا. ودي مهمة كبيرة جدا يا اخوانا. في اصول الفقه كده في مبحث على تقسيمة بتاعت الامام الغزالي رحمه الله، ويقسم اصول الفقه لاربع تربع صح؟ بيقسمها الاول لايه؟ الحكم مش كده؟ وادلة الاحكام، والحاكم، والمحكوم فيه، والدلالات وكده. الحكم ده بقى ما بيجي يتكلم في الحكم بيقسم بقى الحكم، بيبحث هنا بحث مهم جدا، يقول لك مين هو الحاكم؟ احنا كمسلمين عندنا مين الحاكم؟ يقول لك العقل حاكم؟ لا العقل مش حاكم. طيب المجتهد حاكم؟ لا مش حاكم. امال مين الحاكم؟ الله سبحانه وتعالى. طب العقل دوره ايه؟ يستنبط ويتعرف ويقر لأحكام الرب جل وعلا. طب والمجتهد نفس القصة، يبحث عن حكم الله عز وجل في المسألة. فما فيش واحد حاكم عندنا بينشئ حكم من عنده، يعني الفقيه أو المفتي ما بينشئش حكم من عنده، أمال شغلته كلها إيه؟ يكشف عن حكم الله في المسألة. خلاص كده يا أخوانا؟ يبقى بنيجي نتكلم بقى، بنقول ليه العقل تابع للأدلة؟ لأن الأدلة ديت اللي هو خطاب الرب جل وعلا للناس، مش كده ولا لا؟ ربنا بيخاطب الناس بالكلام ده، الآيات والأحاديث. يبقى العقل تابع لخطاب الرب جل وعلا اللي هو الحاكم على الحقيقة، إن الحكم إلا لله. وصل ده إخواني كده ولا مش كده؟ فعشان كده الترتيب الصحيح يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. في أي مقارنة بينك وبينه بالعقل؟ غير شعر. في أي مقارنة بينك وبينه بالعقل أهو؟ لا طبعًا. يعني ايه مفيش مقارنه بينك وبينه؟ يعني انت ما تجيش في يوم من الايام تقول انا لازم اخضع صفات ربنا لتفكيري انا. ده كلام خبل. اذ ان الخالق اعظم من المخلوق بداهه، دي مساله ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش كلام. طيب الخالق سبحانه وتعالى اللي خلقك انزل اليك كتب وارسل اليك رسل يعرفوك بمراده. بيقولوا لك ربنا اللي خلقك أراد منك كذا وكذا وكذا، ونهاك عن كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى ده خطاب ربنا ليك وانت كرجل عاقل. العقل بقى يتعلق بهذا الخطاب ويتبعه، ولا العقل يكون حاكم على خطاب ربنا سبحانه وتعالى؟ يتعلق به ويتبعه. صح كده ولا لا يا جماعة؟ فهمنا يعني ايه كلمة والنظر العقلي تابع للدليل السمعي ولا يتعارض معه ابدا. هيتعارض معاه ليه؟ طيب هيتعارض معاه ليه؟ هو انت يعني انت مخلوق واتاك الخطاب والحكم والدليل من الخالق اللي هو الحاكم سبحانه وتعالى، انت تتعارض معاه ليه؟ انت تتعارض معاه ليه؟ ما يمكنش التعارض معاه اصلا. خلاص كده؟ لان اللي وضع فيك غريزة العقل وعرفك ان النص اصغر من الكل، واللي عرفك ان واحد زائد واحد بتساوي اتنين اللي هي القواعد العقلية ديت، اللي عرفك بالقواعد العقلية دي وخلقها لك هو الرب جل وعلا، وهو اللي نزل لك الايه؟
الشرع، هل يمكن بقى أنه ينزل شرعا يتعارض مع العقل الذي خلقه؟ دي مسألة عقلية برضو، خلي بالك العقل يحيل ذلك. طيب بيقول: أما المتكلمون فإنهم يقدمون أدلتهم العقلية على الأدلة السمعية، فيبدأون في البحث عما تقبله عقولهم وترضاه من آراء المتكلمين، ثم يخضعون لها نصوص الشرع، وهم يرون أن الأدلة العقلية قطعية وأن الأدلة النقلية ظنية، لذا يعمدون إلى تأويل ما خالف آراءهم العقلية من الشرع ليوافق ما هم عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل أو رأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل، يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، وإلى أن قال: ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، مفروض تفسرها أو تنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، تقيد المطلق أو تخصص العام أو غير ذلك، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. قال ابن أبي العز الحنفي: وكل من قال برأيه، عرفنا يعني رأيه، يعني شغل دماغه بعيد عن الأدلة. مثال: العدل قيمة كويسة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، وما فيش فرق ان احنا نخلي النساء شبه الرجال، خلاص ايه المانع ان احنا نسوي بين الولد والبنت في الميراث؟ ما فيش مشكلة. ده اسمه ايه؟ ده اسمه رأي او عقل. طب جالك نص من الشرع قال للذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى العقل يتبع هذا الدليل، ان اللي خلق الذكر وخلق الانثى هو الا يعلم من خلقه الا الطفل الخبير، شرع عليهم شرعا لهم ايه؟ يتبعوا. طب ان انت الشرع قصدي يقول ان في يوم اخر، والعقل يثبت ذلك. طب العقل يعرف يستقل بتفاصيل ايه هو يوم الاخر؟ يبقى لما الشرع يعرض عليك تفاصيل يوم الاخر تسلم وترضى، خلاص حاجات انت مش تبقى متصورها. ازاي الناس كلها تتحاسب في وقت واحد؟ طب ازاي الناس كلها توزن يعني المواضيع دي انت مش عارف تفهمها، بس فهمها مش مستحيل. وزي ما حد بيسال سيدنا علي كده بيقولوا: كيف يقضي بينهم في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد. ايه يعني مشكلة؟ شو دي سهلة ازاي؟ عشان كده مثلا امام احمد لما قلنا قبل كده كان بيتناقش معه وقال له: ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم؟ قال له: بيتكلم. قال: تراه يتكلم بجارحة؟ قال: سبحانه وتعالى يقدر ان يتكلم بلا جارحة. قال الله: يا جبال أوبي معه والطير. وقال له: إذا كانت الجبال بتؤوب يعني بتردد التسبيح مع سيدنا داود، أنت زعلان بقى ليه؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. قال له: خبرني كيف تتكلم الأيدي والأرجل يوم القيامة؟ ده قرآن أهو. يبقى أنت هتسلم إن هو إن الأيدي هتتكلم يوم القيامة، الأيدي هتتكلم إزاي؟ الله أعلم بقى. وضحت يا اخوانا؟ الجبل ده بيردد التسبيح ازاي؟ الله اعلم. بس ربنا قال ان هو بيأوب، فيبقى من باب اولى ان ربنا بيتكلم ازاي؟ الله اعلم. مش عارفين، عشان كده بقول كيف مجهول مش معدوم. كيف مجهول بالنسبه لك؟ كيف مجهول؟ الله سبحانه وتعالى اعلم. الله سبحانه وتعالى اعلم. طيب قال ابن ابي العز الحنفي: وكل من قال برأيه، عرفنا يعني الرأي، وذوقه، الذوق بقى شغل الصوفية بقى، اللي هو مش رابط نفسه بالأدلة ومش رابط نفسه بالوحي، هو رابط نفسه بإيه اللي يجد أثره في نفسه، إيه اللي يجد
أثره في قلبه؟ طب ما انت ممكن يكون الأثر ده فاسد أصلا. لا مش مشكلة، أنا تزوقت الأمر ده خلاص. وكذلك يقول لك وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته، الحكام والأمراء بقى يقول لك لا مش هيصلح الناس غير لما نعمل فيهم كذا، حتى لو في سبيل الأمر ده عارض النصوص والشرع. يقول بقى كل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيهم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. وقال أبو المظفر السمعاني اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول اللي هي في الحقيقة أوهام وأغلاط وقواعد فلسفية غير صحيحة سموها معقول، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. ولو كان الدين بني على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوها. أبو المظفر السمعاني رحمه الله كان رجل أصولي متين، عشان كده كلامه كلام محكم، تحس كده أنه إيه مسبوك، كلام مسبوك. ويقول ابن تيمية رحمه الله إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. دي نقطة تانية بقى، هو أنتوا إيه تصوركم عن أدلة السمع ديت؟ يعني انت ايه تصورك عن الايات والاحاديث؟ هل هو كلام اعجمي مش مفهوم؟ طب هل هو كلام عربي بلغه عربيه بس انت ما انتش فاهمه؟ طب هل هو كلام فيه تمويه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد معنى وعبر عن ذلك بمعنى اخر؟ امال ايه؟ يعني انت تصورك عن الايات والاحاديث دي ايه؟ هي عباره عن ايه؟ ابن تيميه يقول لك اهو إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك مما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليهم. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية وقد بسط في غيرها في غير موضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل. خلاصة الكلام، الأدلة آيات أحاديث، هل ده كلام لا يمكن فهمه؟ هل ده كلام لا يخاطب العقل؟ هل ده كلام لا يحتوي في داخله على قواعد عقلية صحيحة؟ يعني ربنا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ويبدأ بقى الآيات بتاع سورة الطور كلها، أنت تفهم الكلام ده إيه؟ هل ده كلام ما هوش بيتضمن ويؤسس لقواعد عقلية واضحة ان مستحيل واحد يخلق نفسه؟
ومستحيل واحد يتخلق من عدم، ان يتخلق من ما فيش حد خلقه يعني. طالما مخلوق يبقى له ايه؟ خالق سبحانه وتعالى الخالق. طب وطالما ان انا عاجز عن ان انا اخلق نفسي، العقل يقول ان انا اعجز ان انا اخلق الايه؟ السماء والارض، صح كده ولا لا؟ مش دي كلها قواعد عقليه يا اخوه؟ اما دي الايات، وهتجد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها كده. عشان كده هنرجع للاصل الاول مش عايزين ننساه، ومن قواعد المنهج السلفي الاستدلال بالكتاب والسنه. وصل كده الكلام يا اخوانا؟ ماشي. طب احنا نقف هنا ان شاء الله عند عنوان صله العقل بالشرع، نستكمل في المره القادمه ان شاء الله. قول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.